أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي أن ناديه أبلغ الكاف برغبته في لعب لقاء الإياب أمام النجم الساحلي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 22 من أكتوبر المقبل، ذلك على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وقال عبد الحفيظ إنه يتمنى موافقة الجهات الأمنية على زيادة أعداد الجماهير في مباراة الإياب أمام النجم الساحلي إلى 60,000 مشجع، وذلك نظرا لأهمية المباراة التي ستكون فاصلة في تحديد التأهل أو المتأهل إلى نهائي البطولة. وكان الأمن قد وافق على حضور 60,000 مشجع فقط في مباراة الأهلي ضد الترجي لحساب ذهاب دور الثمانية من البطولة.